جانب راشد الغنوشي، يعتبر عبد الفتاح مورو أحد مؤسسي حركة النهضة التي تمثل التيار الإسلامي في تونس، تولى منصب نائب رئيس برلمان تونس. يقول أنصار النهضة إن الشيخ مورو معروف بثقافته الواسعة وانفتاحه على التيارات الأخرى، وهذا ما ساهم بازدياد شعبية حركته الإسلامية ووصولها إلى سدة الحكم. مواقف عبد الفتاح مورو السياسية تثير الجدل بين التونسيين، لأن الجدل الدائر بشأنه الآن يأتي بعد حضوره لحفل خطوبة الفنانة التونسية مريم بن مولاهم التي كانت سعيدة في يوم خطبتها، ونشرت هذا الفيديو الذي يظهر جوا احتفاليا راقصا مع الكثير من المدعوين للاحتفال بهذه المناسبة. مريم بن مولاهم تبادلت المباركات على مواقع التواصل، نشرت على صفحتها في فيسبوك هذه الصورة، دعونا نظهرها لكم. هذه الصورة التي جمعتها مع الشيخ عبد الفتاح مورو، كتبت في نفس المنشور عن هذه الصورة: والله إنه الله شرفني ونورني إنه جاني الشيخ عبد الفتاح مورو وأخذ بخاطري، وكان شرف لي إنه قرأ لي الفاتحة متاعي ولبى دعوتي للخطوبة، أنا من أشد المعجبين به سي عبد الفتاح مورو. ونشكر زادة مرته فاضلة اللي نحبها برشا ونحترمها برشا، وهذا نسميه ريق بارد اللي قاعدين تعملوا فيه، وحسد وغيرة حقد وموتوا. مواقع التواصل ضجت بهذه الصورة ونشرتها تحت عنوان وصلة رقص، وهذه بعض من ردود الفعل. حساب يسمي نفسه المراقب الشرعي يقول: هل فعلا هذا الشيخ عبد الفتاح مورو؟ وصدمتاه إن كان هو فعلا الرجل. تأثرنا به كثيرا واعتبرناه مفكرا إسلاميا عملاقا، ولا نحب أن نراه في هكذا موقف. مزيراتي يكتب في هذه التدوينة، هو يتعامل نصري يقول: شبيك يا شيخ مورو، نسيت سيد الشيخ، ما هزتاش معك قصدي الغنوشي. وهنا هذه التدوينة لسامي يكتب فيها: أعتقد أنه يغازل الشيوعيين ليس حبا وتقديرا لهم، بل هو يدرك جيدا مدى شراسة وتغول الملاحدة والعلمانيين في تونس، لأن اليد الإماراتية والسعودية تضرب بقوة في تونس وكل بلدان العالم العربي، شيطنة الأخوان والهدف زجهم في السجون أو المنافي. وهنا منسي أو نادية تقول: شيخ عبد الفتاح الأكيد شدته بن مولاهم وهزت له يده للشطيح، واقف والمصور خطفهم يظهر يشطحلاش، سوء النية والباطل. وهنا تدوينة لمزيرات يقول: هو يتعامل مع جميع شرائح المجتمع، وقد دعي إلى حفل خطوبة الفنانة مريم بن مولاهم التي تمسك بيده وترقص، وأظن الأمر عفوي جدا، والموقف فرض نفسه، وربما هو من عقد قرانها أيضا. هناك تفاصيل ناقصة. تواصلنا في ترندنج مع السيد عبد الفتاح مورو وسألناه عن مشاركته في حفلة خطوبة الفنانة مريم، كان هذا رده: هذه قراءة الفاتحة، ولما هممنا بالخروج التحق بي والد الفتاة وقال: كيف لا تهنئ ابنتك، يعني ابنته. فتوقفت، تبقى بعيدة عني. الرقص لا يثبت بصورة ثابتة، الرقص يثبت في فيديو أو بصور متلاحقة. أن يمنع علي أن أستجيب لمن يدعوني إلى بيتي، أنا لا أرى هذا. وأن تكون هذه السيدة تلبس لباسا قصيرا أو طويلا في بيتها، هذه قضيتها، وأنا لم أجتمع بها إلا في تلك اللحظة اللي خرجت منها من البيت. وأكد لنا في حديثه على وجوب انفتاحه على كافة أبناء تونس في حدود الضوابط الشرعية. حتى أيا كان أن يقدم فيديو وأروح لأي بيت وأزور كل البيوت، أنا لم أذهب إلى كازينو، ولم أذهب إلى قاعة حفلات، ولم أذهب إلى ملهى. أنا ذهبت إلى بيت محترم فيه رجل وزوجته وأبناؤه. أنا من السلامة ألا نذهب لمثل هذه المجالس. أنا لا أؤمن بهذا الفصل، لأن هؤلاء أبناؤنا وأبناء شلتنا، ونحن مطلوبون بأن يكون لنا حضور الدين معهم. نحن لا نصادقهم على اختراق آداب الإسلام، لكن إذا دعينا نلبي في حدود جلسة بسيطة قرأنا فيها الفاتحة وانصرفنا، ولم أكن أدري أن هناك حفلا ورقصا. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة،
ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.